أحث إيران ألا تتخذ خطوات تصعيدية فيما يتعلق بالتزاماتها. سيتم رفع العقوبات مقابل التزام إيران ببرنامجها النووي، وما دامت إيران تلتزم بالتزاماتها ستبقى بريطانيا ملتزمة بالتزاماتها. فيما يخص فنزويلا، فقد عانى الشعب الفنزويلي على يد مادورا، ونحن ندين جميع الناس الذين يدعمون مادورو، وبالدرجة الأولى روسيا، فهذا من شأنه أن يمد فترة آلام الشعب الفنزويلي. ونستجيب لهذه التحديات بريطانيا وأمريكا متحدتان من حيث القيم التي كانت في صميم تحالفنا، وثقتنا وإيماننا بالحرية والديمقراطية وتضحيات الجيل القادم ستحمي هذه الإنجازات من الاستبداد. وأكرر ترحيبي بصديقي في المملكة المتحدة، ومن دواعي فخرنا أن نقف جنبا لجنب الولايات المتحدة لحماية قيمنا. هذه الرحلة الأولى إلى بريطانيا كوزير الخارجية، التقيت مع جيرمي مرات عدة في عدة أماكن حول العالم، وتحدثنا كثيرا وأصبحنا صديقين، وأنتم صديق، ويجب أن نبقى على بلدينا آمنين. التقيت بك وبالسيدة ماي، وأتطلع إلى زيارتك في الشهر القادم، إنك حليف جيد. في إطار حديثي مع السيد جيرمي والسيد ماي، بغض النظر عن ما هو موجود على الورق، يجب أن نواجه التحديات معا ونستغل الفرص معا أيضا. البريكسيت هو موضوع صعب للغاية، والتقيت مع السيد هانت، وهذا خيار ديمقراطي لبريطانيا، يجب أن يواجه هذا الخيار. ولكن مهما حدث، فالولايات المتحدة ستواصل علاقتها العميقة مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ونأمل أن العملية ستجري لاحقا، لأن الرئيس ترامب يتوق بشأن الاتفاق التجارية واستئناف العلاقة التجارية كما يجب. الآن الوزير الخارجية، و ننظر في أن بريطانيا حليف جيد بشأن الأمور الأمنية. شاكرون لدعمكم لنا بشأن كوريا الشمالية وتقوية الناتو وحل الأزمات في سوريا واليمن. بريطانيا أيضا منخرطة في الائتلاف لقضاء على داعش، ويجب أن نتابع ضد الراديكالية الإسلامية كما حصل في سريلانكا. كل عضو في الائتلاف يجب أن يأخذ على عاتقه مسؤوليته في الميدان. يجب أن نقف معا لإيقاف العنف الروسي والعدوانية الروسية، حيث قام بهجوم كيميائي في سالزبري في العام الماضي، ويجب أن نوقف العدوانية الاستخبارات الروسية.